بسم الله الرحمن الرحيم. Our lesson today is time. Time is an important lesson for us. For الدرس مهم لنا عشان درس التايم ده درس الوقت مهم لنا عشان نحدد المواعيد بتاعتنا والسكادجول والجدول بتاعنا. فانا مثلا لو انا عايز ادي لواحد ميعاد فبقول له مثلا I'll meet you after 1 minute, after 1 hour, after 2 days. انا هقابلك بعد يوم, بعد ساعة, بعد ساعتين, بعد يومين, بعد شهر. أيوه مثلا جو اترب افتر وان ويك, انا رايح رحلة بعد اسبوع. فانت التايم مهم جدا لنا في حياتنا ان اور دي لايف, في حياتنا اليومية مهم عشان نحدد بيه مواعيدنا. فانت عشان تحدد مواعيدك لازم يبقى عندك يونت تتفق عليها, الناس متفق عليها للتايم. ايه هي اليونتس اوف تايم اللي احنا متفقين عليها؟ عندنا الويك, وعندنا الداي, وعندنا الاور, وعندنا المينت, وعندنا السكند. انا مثلا لو انا جيت مثلا احدد مثلا ميعاد فبقى لازم احدد يونت. اليونت اللي عندنا اتفقنا علينا ان احنا عندنا ميني يونتس لايك داي واور مينت سكند اند مانس اند يير. ممكن واحد يقول له مستر انا هقابله بعد يير, افتر وان يير, سنه. فاحنا عندنا يونت للتايم زي الويك وزي الداي وزي الاور وزي المينت وزي السكند. طب ايه الريليشن اللي بتوين اليونتس دي؟ مين الكبير ومين الصغير؟ اه طبعا سامع واحد بيقول لي ان الويك هي الكبيره والداي اكبر وبعد كده الاور بعد كده المينت ويرجع السكند. السكند ده اصغر من المينت. طيب انت مثلا لو جيت تشوف, لو احنا عندنا الويك هو اكبر من الداي والداي اكبر من الاور والاور اكبر من المينت والمينت اكبر من السكند. طب احنا اتفقنا في اليونت دي ان احنا لما بنيجي نحول من يونت ليونت وتعمل كونفرت بتعمل يا مالتي بلاي يا ديفايدد باي. لو من كبير لصغير بتعمل مالتي بلاي, من صغير لكبير بترجع بالديفايد. طب من الويك للداي, الويك فيه كام داي؟ الويك فيه 7 دايز, يبقى انا هعمل مالتي بلاي 7. طب من دي لاور, الدي يعني اليوم, والاور فيه كم الساعه, الدي فيه كم اور؟ 24. يبقى انا من دي لاور عايز اروح للاور هعمل ملتي بلاي 24. طب لو انت في الاور وعايز تروح للمينت, الاور احنا عارفين ان هي كم مينت, الاور 1 اور ايكوال 60 مينت. خلي بالك ان هنا دي اور واحده لكن دول 60 مع بعض, يبقى مين الكبير؟ الكبير اللي لوحده. الاور اليونت الكبيره اتفقنا ان هي معاها نمبر صغير, فالاور اكبر من المينت. الاور بكام؟ ب60. يبقى انت لو انت عايز تروح من الاور للمينت بتعمل مالتي بلاي 60. طب افرض انا عايز ارجع, هرجع بالديفايد. طيب بعد كده عندنا المينت دقيقه والسكند ثانيه. المينت فيها كام سكند؟ المينت ال1 مينت ايكوال 60 سكند. يبقى انا لو انا عايز اعمل كونفرت من مينت تو سكند, عايز اروح من مينت لسكند, يبقى انت قدامك مالتي بلاي الديستانس المسافه دي ب60 مالتي بلاي 60 لو انت من كبير لصغير. طب افرض انا راجع, يبقى ديفايدد باي 60. يبقى انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتعمل يا مالتي بلاي يا ديفايد, وبتعرف مين اليونت الكبيره ومين اليونت الصغيره. طب افرض انا عندي من يونت كبيره ليونت صغيره مالتي بلاي, طب من يونت صغيره ليونت كبيره ديفايدد باي. طيب احنا اتفقنا, تعرف بعد كده اول حاجه بتحددها مالتي بلاي اور ديفايد, بعد كده بتحدد المسافه دي بكام بس. فانا لو انا عندي مالتي مثلا انا من داي لاور, الداي اكبر من الاور, خلاص يبقى انا هعمل مالتي بلاي. مالتي بلاي كام؟ مالتي بلاي 60. طب من ديفايدد باي, خلاص ديفايدد باي وديفايدد باي 60. يبقى انا بروح يا اما بالمالتي بلاي يا بترجع بالديفايدد باي. طب ناخد مثلا لو انا عندي, هناخد مثلا تمرين او قبل التمرين هناخد بس حاجه توضح لنا زي مثلا الاكزامبل ده. الاكزامبل ده بيقول لي ملاحظه, بيقول لك الاداي اليوم كام اور؟ 24. طب انا مثلا لو انا عندي هاف داي, لو هو عايز هاف داي, هو الداي كله ب 24, يبقى الهاف بتاعه كام؟ يعني ايه هاف؟ يعني اعمل ديفايدد باي 2. 24 لما اعملها ديفايدد باي 2 تطلع كام؟ 12. طب افرض عايز ثيرد, يعني ايه ثيرد؟ 1 اوفر 3. اتفقنا ان الفراكشن يعني زاد ديفايد, فانا الداي كله عامل له ديفايدد باي 3. ال 24 لما اعملها ديفايدد باي 3 تطلع كام؟ 8. طب افرض قال لي كوارتر, فيري جود, انت عارف ان الكوارتر هاف الهاف, الهاف ب 12, يبقى نص ال 12 كام؟ 6. او لو انا جبت الدي كله عملت له ديفايدد باي 4 هيطلع لي 6.
طب ناخد مثلا افرض انا عندي اور ريليشن بتوين الاور والمينت، ان اور ايكوال هاو ميني مينتس، هاو ميني مينتس ان ان اور، ان اور كلها ب 60 مينت، يبقى الهاف بكام؟ الهاف هجيب نص 60، نص هاف 60 كام؟ 30. طب افرض عايز كوارتر، انا عارف ان الكوارتر هاف الهاف، نص ال 30 كام؟ 15. طب لو عايز سرد، سرد يعني هتعمل ديفايدد باي 3، ال 60 كلها عملها ديفايدد باي 3، ال 60 لما عملها ديفايدد باي 3 6 فيها كام؟ 3 2 و 0 ديفايد 3 0. طب لو عايز تتاكد هات ال 20 كررها 3 مرات هيطلع لك الاور كلها. طب الريليشن بتوين المينت والسكند، الامينت ايكوال 60 سكند. طب الهاف، هاف ال 60 ايكوال 30، فيري جود. طب السرد، 60 عملها ديفايدد باي 3 تطلع 20. طب الكوارتر تجيبها بطريقتين، يا اما تاخد السكست تعمل لها ديفايدد باي 4، اور واحد يقول لي ان كوارتر هاف الهاف، وانا لو انا عايز اجيب مثلا كوارتر، كوارتر بتجيب الهاف وبتجيب نص الهاف، هاف الهاف، يبقى الكوارتر بتجيب الهاف وتجيب نصها، الهاف بكام؟ ب 30. طب هاف ال 30 كام؟ ايكوال 15، فيري جود. طب انا هناخد مثلا اكزامبل بيوضح لي، بيوضح لي مثلا الريليشن او ان انا اعمل كونفرت بتوين تو يونتس زي اكزامبل 1. بيقول لي ايه في اكزامبل 1؟ بيقول لي كومبليت 3 ويكس ايكوال ا داي. طب الاول انت هتحدد فين الجنب السايد اللي انت تعرف، فين الجنب اللي انا اعرف الويك. طب الويك عايز يبقى داي، الويك ده كبير ولا صغير؟ كبير، يبقى انا فهمت ان هي ملتي بلاي، ملتي بلاي كام؟ اه الويك الاسبوع في كام داي؟ 7. 3 ملتي بلاي 7 خلاص اروح للنمبر اللي انا عرفت المسافه بينهم بكام، 3 ملتي بلاي 7 ايكوال 21. طب انا مثلا لو هاخد سؤال تاني 2 دايز ايكوال اور، فين الجنب اللي انت عارفه اللي ما فيهوش النقط؟ الداي، الداي عايزه يبقى اور. طب الداي ده اكبر ولا اصغر؟ اكبر، يبقى ملتي بلاي. بعد كده روح بص على النمبر اللي عندك، دي في كام اور؟ دي في 24، يبقى انا ملتي بلاي 24، 24 2 ملتي بلاي 4 8، و 2 ملتي بلاي 2 4، يبقى طلع 48. طيب كويتشن سي، فين ده مينت؟ عايزه يبقى كام؟ عايزه يبقى سكند، يبقى المينت انا عارفه عايزه يبقى سكند. طب المينت اه اكبر ولا اصغر؟ اكبر، يبقى ملتي بلاي. خلاص روح بص على النمبر، ملتي بلاي كام؟ المينت للسكند، المينت 60 يبقى 5 ملتي بلاي 60 هطلع الزيرو بره، و5 ملتي بلاي 6 ايكوال 30 يبقى طلع النمبر كام؟ 300. كويتشن دي اور للدي، طب انت فين اللي انت عارفه؟ الاور، عايز مين؟ عايز الدي. طيب الاور سمولر يبقى ديفايدد باي، ديفايدد باي كام؟ 24، دي ب 24 يبقى انا هنا 24. هتعمل لونج ديفيجن بتاعتك هيطلع لك ان هو ال 96 فكام؟ 24، او هتقعد تكرر 24 لل 96 باي طريقه انت تحبها هيطلع لك 4 دايز. ولو عايز تتاكد خد ال 24 اعمل لها ملتي بلاي 4، هيطلع 4 ملتي بلاي 4 ايكوال 16، 6 وكرر اب 1، 2 ملتي بلاي 4 8 اند 1 يبقى 9، يبقى طلعت 96. 180 سكند تو ايكوال نوت مينتس، ايكوال مينتس السكند دي اللي عايزها، السكند دي المينت من سمولر للجريتر، يبقى ديفايدد، ديفايدد باي كام؟ المينت فيها كام سكند؟ 60، هتكنسل الزيرو مع الزيرو، ال 18 فيها كام؟ 6 3، يبقى طلع الحل 3. كوتشن اف 240 مينت، مالكش دعوه كنسل النمبر خالص، من مينت لاور، المينت سمولر يبقى هعمل ديفايدد باي، ديفايدد باي كام؟ 60، هكنسل الزيرو مع الزيرو، 24 فيها كام؟ 6، هاو ميني 4؟ هاو ميني 6؟ 4. بعد كده هناخد اكزامبل تاني، بس كل الفكره ان انت بتحاول بس بتعمل سيلكت، بتحدد النمبر فين الجنب اللي انت عايز تعرف، فين اللي انت عارفه وفين اللي انت ما تعرفوش. طب ده اللي انا عارفه خلاص، بتحدد يا اما تعمل ملتي بلاي يا اما تعمل ديفايدد باي، وبتعرف الديستنس المسافه بينهم كام، ملتي بلاي 60 اور ديفايدد باي 60. انا هنا هعمل ملتي بلاي، هعمل ملتي بلاي او ديفايدد باي. لو انا عندي مثلا من اور لمينت، الاور فيها كام مينت؟ 60. طب لو مينت لاور يبقى ديفايدد باي. طيب هناخد اكزامبل تاني ونحاول نفهم منه برضو اكتر الليسون بتاعنا. بقول لي كوارتر ان اور ايكوال نوت مينتس، هنا فين السايد اللي انت عارفه؟ الاور. طب الاور عايز يبقى بالمينت، الاور اكبر من المينت، يبقى انا ملتي بلاي، ملتي بلاي كام؟ 60. طب يعني ايه ملتي بلاي؟ يعني ايه كوارتر؟ كوارتر يعني انت 60 مش هتعمل لها، هتعمل لها ديفايدد باي 4.
كوارتر 60 كام؟ 15. طب تعال هنا نشوف من اور لمينت. واحد يقول له مستر ازاي ال 60 قلت؟ لان انت بتعمل لها ملتبلاي كوارتر، يعني كان بتعمل ديفايدد باي 4. طب انا هنا هاف ان اور، في ناس حافظاها ان الاور كلها ب 60، طب الهاف ب 30. او واحد يقول لي ان انا هنا سامع حد بيقول لي ان الاور كبيره يبقى ملتبلاي، ملتبلاي كام؟ 60. هاف ال 60 ايكوال 30. كوتش ان سي سيرد ان اور ايكوال نقط مينتس. فين السايد اللي انت عارفه؟ الاور. الاور كام مينت؟ الاور جريتر يبقى ملتبلاي، ملتبلاي كام؟ 60. لو ملتبلاي 3 انت فاهمها، طب ملتبلاي سيرد يعني انت بتعمل ديفايدد باي 3. 60 لما عملها ديفايدد باي 3 تطلع 20. طب وانا كوتشن دي 140 مينت الاور، المينت دي مينت سمولر، يبقى عامل ديفايدد باي، فيري جود، ديفايدد باي كام؟ 60. كنسل الزيرو مع الزيرو خلاص، واشوف ال 14 هعمل لها ديفايدد باي 6 واشوف هيطلع كام واقوم كاتب النمبر. طب انا بعد كده عندي 270 مينت الاور، من مينت الاور المينت سمولر، سمولر يبقى هتعمل ديفايدد باي، ديفايدد باي كام؟ الاور فيها كام مينت؟ 60. هكنزل الزيرو مع الزيرو واشوف 27 ديفايدد باي 6 واشوف الحل هيطلع كام واكتبه. طب افرض انا مثلا عندي المساله بتعرف تحلها، حلها، لو تعرف تحلها على طول حلها. طب انا ما اعرفش احلها على طول، هتقوم عامل، هتقوم عامل هتجيبها مثلا باللونج ديفيجن. طيب والاسئله كلها، بس كل الفكره ان انت بتعرف انت هتعمل ملتبلاي اور ديفايدد باي، بعد كده بتعمل بتحل المساله بتاعتك عادي ومفيش فيها اي مشكله. طيب انا مثلا لو جينا نشوف سؤال انظر اكزامبل، زي مثلا الاكزامبل ده، لو جينا نشوف هنا ده سؤال كومبيري بيقول لي عايز نقارن بوت ذا سيوتابل ساين ليس ذان ايكوال اور جريتر ذان. لو جيت تشوف السايد ده هتلاقيه بالاور، طب السايد التاني بالمنت، طب انا ينفع اقارن بتوين تو ديفرنت سايد جنبين مش زي بعض؟ فانت هتحاول تخليهم زي بعض. طب انا عارف مثلا ان في حاجات احنا عارفينها ان الاور هنا اور وهنا منت، طب انا ممكن اكنسل ده اخليه بالمنت. هي الاور فيها كام منت؟ 60. طب ال 3 كوارتر يعني ايه 3 كوارتر؟ يعني هاف بلس كوارتر. طب الهاف 60، هاف 60 30. طب والكوارتر ب 15، 30 بلس 15 ايكوال 45، يبقى انا هنا في 45. طب وهنا في 50، يبقى لزان، فيري جود. طيب لو جينا نشوف مثلا السؤال الثاني كوتشن بي بقول لي سيرد داي 7 اورز، طب انا هنا عندي من داي لاور، طب ما انا ممكن اخلي الداي ده كنسله واخليه بالاور. طب الداي انا هخليه اور، يبقى اجيب يونت صغيره، كبيره خليتها صغيره، بعمل ملتبلاي، ملتبلاي كام؟ 24. سيرد ملتبلاي 24 ايكوال سيرد يعني هتعمل ديفايدد باي 3، 24 ديفايدد باي 3 ايكوال 8، يبقى انا هنا 8 وهنا 7، يبقى ال 8 جريتر ذان. بعد كده كويتشن سي بقول لي 2 اند سيرد اور 150 مينت، طب انا هنا عندي اور ومينت، براحتك ممكن اخلي كنسل الاور واخليها مينت. طب الاور ده كبيره بقى اعمل ملتبلاي، ملتبلاي كام؟ الاور فيها كام مينت؟ 60، فيري جود. طب 2 اند سيرد ال 2 اور 60 بلس 60 ايكوال 120. طب والسرد لسه جايبين السرد من شويه، سرد ال 60 كام؟ 20، 120 بلس 20 ايكوال 140، يبقى هنا 140 وهنا 150، يبقى مين الكبير؟ ال 150. بعد كده كوتشن دي، كوتشن دي عايزك توقف الفيديو وتفكر فيه شويه. لو جيت تشوف كوتشن دي هنا هنا سكند السايد ده سكند والسايد هنا مينت، طب ما انا ممكن واحد يقول لي انا ممكن اخلي اغير الكبير بحيث ان انا اعمل له ملتبلاي، المينت فيها كام سكند؟ 60. 3 ملتبلاي 60 ايكوال هتطلع الزيرو بره، و3 ملتبلاي 6 ايكوال 18، يبقى 180 هنا، 180 وهنا 120، يبقى لزان. بعد كده انت مع الوقت هتلاقي ان المساله، بس انت كل اللي انت بتعرفه ان انت بتحول من يونت ليونت،
فيا اما بعمل ملتي بلاي يا اما بتعمل ديفايدد باي. شطارتك بس ان انت بتعرف تعمل ايه والديستنس المسافه بينهم كام، ملتي بلاي او ديفايدد باي كام. طب انا مثلا لو انا عندي مثلا سؤال زي ده وسؤال سهل وجميل، هنا بقول لي كومبليت وبقول لي هنا اول لو جيت شوف ايه، بقول لي among the units of measure of measuring time، ايه اليونتس بتاع اللي بتوين ايه اللي من اليونتس بتاعت التايم. عندنا الويك وعندنا الداي وعندنا الاور وعندنا المينت وعندنا السكند لو انت عايز تزود. طب هنا بقول لي الوان داي ايكوال نقط اور، الداي ده كبير، طب عايز اجيب حاجه صغيره يبقى ملتي بلاي، ملتي بلاي كام؟ 24، يبقى 1 ملتي بلاي 24 ايكوال 24. الاول بتحدد انت ملتي بلاي وبعد كده ملتي بلاي او ديفايد كام. طب هنا فين اللي انت عارفه؟ الاور، الاور عايزه يبقى ايه؟ يبقى داي. طب الاور صغير، صغير لكبير؟ اه يبقى اول خطوه انا عرفت ان انا ديفايد، ديفايدد باي كام؟ الداي في كام اور؟ 24، يبقى 1 اوفر 24. طب هنا انت فهمت اللعبه، الاور عايزه يبقى بالمينت، الاور ده جريتر من كبير لصغير يبقى هي ملتي بلاي، ملتي بلاي كام؟ 60 بس. وبعد كده بتشوف النمبر اللي عندك، 1 ملتي بلاي 60 يبقى يطلع ايكوال 60، هتطلع الزيرو بره وطلعت 60. طب هنا من مينت لاور فين اللي انت عارفه؟ المينت، المينت عايزه بايه؟ عايزه باور. طب المينت اصغر يبقى ديفايد، ديفايدد باي كام؟ 60، 1 ديفايدد باي 60 اكتبها 1 اوفر 60. طب تعالى نشوف اللي بعد كده، مين اللي انا عايز اعرفه؟ من مينت لسكند، المينت اكبر خلاص، بدل كبير لصغير جريتر لسمولار يبقى ملتي بلاي، ملتي بلاي كام؟ ملتي بلاي المينت 60 اور 60 سكند، يبقى 1 ملتي بلاي 60 ايكوال 60. طب انا مثلا لو جيت اشوف سؤال زي هنا عايز العكس، من سكند المينت فين اللي انا عارفه؟ عارف الصغير. طب انت عايز ايه؟ عايز الكبير، من صغير لكبير يبقى تعمل ديفايدد باي، ديفايدد باي 1 ديفايدد باي 60، اكتب الحل عندك، يبقى السكند ده قدمني المينت جزء من 60. طب الداي للاور سي، من داي لاور الداي ده كبير، من كبير من حاجه كبيره لحاجه صغيره، يبقى الكبير هيدي للصغير، يبقى اعمل ملتي بلاي، ملتي بلاي كام؟ الداي في كام اور؟ 24، يبقى انا هنا 24. طب عايز حاجه ثانيه، ال 24 اور عايزها بالمينت، يبقى انا هحول من يونت ليونت. طب حاجه كبيره يونت كبيره ليونت صغيره، يبقى ملتي بلاي، هو حاطط لي ملتي بلاي، ملتي بلاي كام؟ الاور فيها كام مينت؟ 60. بعد كده خد النمبر اللي عندك اعمل له ملتي بلاي، اعمل لهم ملتي بلاي، مساله ملتي بلاي عاديه، هتطلع الزيرو بره، هتطلع زيرو بره اول حاجه، و24 ملتي بلاي 6، 4 ملتي بلاي 6 ايكوال 24، 4 وكاري اب 2، 2 ملتي بلاي 6 12 و2 14، يبقى طلعت 1440. بعد كده من اور لمينت، اور كبيره لصغيره يبقى ملتي بلاي، يبقى انا فهمت ان هي هنا ملتي بلاي، ملتي بلاي كام؟ خلاص ملتي بلاي 60، 1 ملتي بلاي 60 ايكوال 60، يبقى انا اول نمبر عندي هنا 60. طيب بعد كده هتلاقي ان هو عايز يحول من يعمل كونفرت من مينت لسكند، طب انا من مينت لسكند خلاص هتعمل ملتي بلاي ثانيه، تاخد ال 60 تعمل لها ملتي بلاي 60 بس، وهتلاقي ان المسائل كلها سهله. يبقى انت كل الفكره بس ان انت بتحدد كنت هتعمل ملتي بلاي اور ديفايدد باي. بعد كده بتشوف النمبرين اللي عندك هيطلعوا كام وتكتب المساله وخلاص كده، المسائل الدرس سهل، الدرس بس هو كل الفكره ان انت تحدد انت هتعمل ايه. ويا ريت اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس.